الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. في سورة الأعراف ذكر الله تبارك وتعالى بعض الأمم التي أرسل إليها رسلها ثم كذبوهم، وكيف كان عاقبتهم بعد ذلك. فذكر نوح، قوم نوح، وذكر عاد، وذكر ثمود، وذكر قوم لوط، وذكر كذلك مدين، شعيب وقومه. وفي نهاية ما ذكر الله تبارك وتعالى قال جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. هذا التعقيب من الله تبارك وتعالى على هلاك من أهلك من هذه الأمة، فيخبر سبحانه وتعالى أنه ما أرسل في أمة من نبي إلا يأخذ أهلها بالبأساء والضراء، بأساء الشدة والضراء الضر من مرض وغيره لعلهم يضروا. فبين حكمته سبحانه وتعالى في أخذهم بهذه الشدة، شدة البأس وشدة الضر، قال لعلهم يتضرعون. قال جل وعلا: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني بعد هذه الأخذ بالشدة يفتح الله عليهم الخيرات ويأتيهم الحسن. حتى عفوا صحوا وكثروا وبنوا وعاشوا، لكنهم قد تعظوا لا بهذا ولا بهذا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني قالوا هذه سنة الحياة، الأيام التي مرت علينا بالبأس والضر والأيام التي جاءت بالخير والنفع، يعني هي الحياة. قالوا وأبانا سنع عليهم هذا، قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، قال جل وعلا: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. تتلهم العقوبة لأنهم لم يتعظوا بالبأساء ولا اتعظوا كذلك بالخير والنعمة التي أعطاهم الله تبارك وتعالى، ما اتعظوا بهذا ولا هذا. ثم قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أهل القرى هذه التي أهلكناها لو أنهم آمنوا واتقوا كانت سنة الله معهم غير هذا الآخر، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات السماء كمطرها وخيرها والأرض كزرعها ونباتها وخيرها، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم وعد الله تبارك وتعالى الباقين قال: فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يعني هل هم آمنين في هذا؟ إن رأي بأس الله يأتيهم
وهم في حال النوم، أو آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، ويلعبون هنا كل الدنيا وعملها ونشاطها وشغلها بدون الإيمان وذكر الله لا، لا، وهم يلعبون يعني لهول في حياتهم الدنيوية. أفأمنوا مكر الله؟ سأل الإنكار. مكر الله بهم أن يظهر لهم أنه يحبهم ويعطيهم ثم يأخذهم بغتة سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بالذين جاءوا بعدهم فقال: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم؟ يعني ما اتعظ الذين جاءوا بعدهم وهداهم الأمر وتفكيرهم في مصالح هؤلاء الغابرين أن يأخذهم الله بمثل ما أخذ السابقين؟ أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها الذين أهلكهم الله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن يصيبهم الله أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم قال جل وعلا: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. والطبع على القلب خلاص إغلاقه عن الفهم. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. ليه؟ قال الله: بسبب أنهم كذبوا من قبل، لما جاءتهم الرسالة كذبوا بها. وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. فما كانوا يؤمنون أن ليس في سنة الله أن هؤلاء المسلمين الذين كذبوا الرسالة في أول أمر أن يهديهم الله تبارك وتعالى. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. كذلك هذا الطبع يطبع الله على قلوب الكافرين فلا تنفذ الهداية إليهم. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الحمد لله رب العالمين.